لقاء تاريخي بين حسن الثاني وعبد الرحيم والعبيد في إفران، وكان سريا بالمناسبة. عبد الرحيم فهم بأن مقصودهم منه ربما أسوأ من مقاصدهم من الفقيه البصري وعمر بجلون إلى آخره، ولذلك آل على نفسه لا يخرج من المنزل تضامنا مع المعتقلين. والحال أن الأمر ليس كذلك، إما أنه خاف من اغتيال. فجأة أرسل له الملك إدريس السلاوي، هذا الشيء هذا أمر لا يعرفه الكثير، حدد له الساعة 4 عشية في يوم محدد في إفران وبقرب تمثال الأسد. في ذاك الوقت الحسن الثاني وقف بسيارة جيب وحده، وكأنه فوجئ بهما، فحيا عبد الرحيم واستدعاه، فقال له بصوت خافت: هل قلت شيئا لحسن؟ قال لي: لا. قال لي: إذن ودعه.